أنا بالفعل بعد ثورة يناير طموحاتنا كانت عالية، أنا كنت من الأعضاء المؤسسين في حزب الدستور. إنما بعد دكتور محمد البرادعي ما استقال من وظيفته كنائب رئيس جمهورية، خلاص هو استقال دي رغبته، إنما شعرت بإحباط شديد، وشعرت بإن أنا خدعت في الانضمام لهذا الحزب، وشعرت كغيري من الكثيرين إن الحزب ده كان مجرد لعبة سياسية معينة. على طول لغيت التوكيل اللي انا عملته للحزب، يعني في ناس كتيره اكتفت ان هي جمرت نشاطها في الحزب وما عادتش بتروح، انا لا، لغيت التوكيل بشكل رسمي واعلنت الحزب بكده.